القداس الإلهي الذي يقام في كنيسة بلودان كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. والتفاصيل أكيد مع موفدتنا سالي شاري. سعيد صباحك سالي، خبرينا عن الطقوس الروحية اللي عم بتزين كنيسة بلودان. صباح الخير لك فرح، صباح الخير لسلمى أيضا ولجميع مشاهدي الإخبارية السورية. نحن متواجدين بمنطقة بلودان في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. تم منذ قليل استقبال البطريرك يوحنا العاشر يازجي اللي عم يترأس القداس الإلهي، حيث تقام الصلوات والأدعية من المؤمنين من أجل سلام سوريا ومن أجل خلاص سوريا. استقباله من قبل لأهالي منطقة بلودان وأيضا الزبداني، وننوه أنه سيتم زيارة منطقة الزبداني، سيتم زيارة جامع الهدى في منطقة الزبداني وكنيسة سيدة الرقاد، كنيسة سيدة الرقاد اللي تعرضت للإرهاب أيضا في منطقة الزبداني وجولة تفقدية للرعية. حاليا أجواء القداس موجودة، كمان رح ناخذ بعض المشاركين يلي تم استقبال ايضا البطريرك، استقبلوه بالاهازيج، النساء استقبلت البطريرك بالاهازيج فرحا في بقدومه لمنطقة بلودان. مرحبا، يعطيك العافية واهلا وسهلا بالاخبارية السورية ببلودان، هذه المحطة الغالية كثير على قلوبنا لأنها الأصدق في نقل الحقيقة والخبر كانت. أهلا وسهلا فيك، خلينا نحكي شوي عن الأجواء اليوم الروحانية اللي اليوم الأحد واليوم البطريرك في زيارة لمنطقة البلودان وسيتم زيارة منطقة الزبداني، قديش مهم هذا الشيء ونحن في ظل انتصارات الجيش العربي السوري؟ طبعا هذا شيء مهم جدا، وصاحب الغبطة عندما يزور بلودان هذا يعني عم تشوفوا الاستقرار، ودائما عين الكاميرا هي الأصدق. شفتوا الاستقرار ورأيتهم الناس كيف مجتمعة، وفعلا يعني العرفان هو لجيشنا العربي السوري البطل، فلولاهم لما كنا في هذا الاحتفال، بل كنا أثرا بعد عين. ويعني منطقتنا كما ترون منطقة متآلفة، منطقة محبة، منطقة وطنية بغض النظر عن ما جرى في الزبداني وفي غير منطقة يعني، ولكن الحمد لله عدنا وتروا الآن الاستقرار والناس كيف مجتمعة، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك، حشود كبير اليوم عم نشوفها في كنيسة القديس جورجيوس. أيضا رح ناخذ من بعض المشاركين. صباح الخير دياب أسيس من بلودان، أهلا وسهلا فيك، تخبرنا اليوم عن أجواء الصلوات، هلأ استقبلنا البتراك وحاليا ترفع الصلوات من أجل سلام فيكم وفيه سيدنا البتراك، ركن من أركان سوريا يعني، والحمد لله عمل واشتغل وناضل في سبيل أنه البلد. أكيد قديش مهم اليوم إقامة هيك صلوات في ظل انتصارات الجيش العربي السوري على جميع الجبهات. الجبهات يحفظ لي عينه هذا الجيش العربي السوري، لولا الجيش العربي السوري شو صار فينا؟ مين كان بده يحكمنا؟ مين كان بده يحكمنا، النصرة ولا حزب؟ أكيد بفضل انتصارات الجيش العربي السوري نحن باقيين. شو بدك تقول اليوم من كنيسة القديس جورجيوس من بلودان لكل اللي عم يتابعنا حاليا؟ نحن بنشكركم أول شيء، بنشكر سيادة الرئيس بشار الأسد، اسلم لي عينه، هو اللي رفع رأسنا عاليا بكل أنحاء العالم وتكالبت علينا الدول، والحمد لله استطاع انه يوصلنا لبر الامان. شكرا كثير لك وصلوات مقبوله. مرحبا، اهلا مرحبا، الله يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم. حضرتك من اهالي بلودان؟ اهالي بلودان، واليوم نحن بركه كبيره ان هالقداس الالهي اللي مشترك فيه كافه الفعاليات، حتى مديريات الاوقاف كلهم موجودين بالكنيسه والبلديات وكل الفعاليات في بلودان والزبداني ومنطقه الزبداني. شكرا كثير لك، اكيد جميع الصلوات مباركه من اجل سلام سوريا. مثل ما عم تشوفي فرح سلمى، الاجواء اليوم اجواء الروحانيه اللي عم بتعم هيدي المنطقه اجواء جميله، نحن بحاجه للصلوات، بحاجه للادعيه، وخاصه في ظل الانتصارات على اللي عم يحققها جيشنا الباسل. رح نبقى شويه باجواء الصلاه، ولكن رح نرجع نذكر انه البطريرك يوحنا العاشر
سيتفقد الرعية في منطقة الزبداني في كنيسة سيدة الرقاد وطبعا في جامع الهدى يلي تعرضوا اثنيناتهم للإرهاب، ولكن بفضل انتصارات الجيش العربي السوري جميع المناطق ستعاد وسيعيدون أعمار أهالي منطقة الزبداني، وأيضا بهمة جيشنا الباسل ستتحرر كل شبر بأرض سوريا. رح نتابع شوي أجواء القداس. شكرا. أكيد نتشكرك زميلتنا سالي شار، كنتي معنا من بلودان وتحديدا من قديسة من كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. بدنا أكيد نحن نشكر جميع السوريين يلي اليوم عم يرفعوا صلواتهم بتلك اليوم، عم يدعوا دائما لسوريا وطننا الغالي وعم يرفعوا الأدعية لأبطال الجيش العربي. أكيد فرح، نحن عم نتابع وتابعنا مع مشاهدينا أجواء الصلوات الروحانية داخل الكنيسة، إن شاء الله يا رب دائما النصر لجيشنا وبواسلنا بكل الجبهات، وأكيد سوريا منتصرة بفضلهم.